قال سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع الكبرى حاليا في محافظة المحرق، والتي من شأنها الارتقاء بخدمة المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى الحركة الاستثمارية في البلاد. خلف قال في تصريح إلى مركز الأخبار إن من أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة استكمال شارع المحرق الدائري، بالإضافة إلى الاستعداد لإنشاء الجسر الرابع الذي سيربط بين محافظتي المحرق والعاصمة. برامج وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نعمل على عدد من هذه المشاريع، واللي من أهمها استكمال شارع المحرق الدائري اللي يبتدي من منطقة ديار المحرق مروراً في البسيتين ونزولاً إلى المنامة عبر الجسر الرابع الذي تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالموافقة عليه. وحالياً احنا في مرحلة التصاميم، وإن شاء الله مع نهاية هذه السنة سوف تبدأ مراحل التنفيذ. هناك مشاريع أخرى كبيرة في محافظة المحرق لدعم الحركة العمرانية والتنموية والاستثمارية، وإن شاء الله هناك الكثير لخدمة المواطن والمقيم والمستثمر.